مرحبا يا أصدقائي، كيفكن اليوم؟ بدي رحب فيكن بحصة جديدة من برنامج مدرستي. مثل ما بتعرفوا هي حصة الرياضيات ماثماتيكس. أنا شمس بعلمكن هيدا المادة، وبهيدا الفترة رح يكون في عنا مراجعة لدروس قديمة نحنا تعلمناها، هيك منرجع منتذكرها كتير منيح ومنطبقها بحياتنا اليومية. اليوم رح نحكي عن الأرقام يلي هي odd و even. odd numbers و even numbers، تذكرتوا هول الكلمتين odd even؟ بتعرفوا كنت عم فكر هديك المرة انه قديش منصادف هيدي الأرقام بحياتنا. يعني مثلا انا كنت عم فكر انه خيي عمره 31، لما فكرت انه خيي عمره 31 قلت هيدا odd number، دغري عرفت. كيف عرفت؟ هلأ رح أذكركن. فكرت كمان أنه أختي عمرها 28 منو odd number، it's an even number. ليش؟ خليني أذكركن، لأنه كل الأرقام يلي هي odd ما بتنقسم على 2، دايما في 2 زائد 1، يعني تنتهي ب 1 3 5 7 و 9. الأرقام يلي هي odd ما بتنقسم على 2، على قد ايه ما بنقسمها على 2 وفي زيادة في بلس 1. يعني إذا مثلا أنا عندي 3 أشياء، 3 طابات، وأنا وخي عم نلعب، باخد أنا 1 هو 1، ما فيني اقسم هيدا الطابة بالنص، بيكون عندي تنقسم على 2 بلس 1، دايما بضل عندي وحدة زيادة. إذا مثلا عنا 9 كانديز، في عنا 9 حبات من السكاكر، أوكي؟ أنا باخد 1 هو 1، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8، صاروا 4 بأربعة قد بعضنا، وال 9 هي زيادة. شو بنعمل؟ نقسمها بالنص. يعني دايما الـ odd numbers هن يلي ما فينا نقسمهم لاتنين على القد، بدنا نقسمهم لاتنين قد بعض، دايما في plus one تبقى. بينما الـ even numbers هن الأرقام يلي فينا نقسمهم لاتنين على القد، وهن دايما بينتهوا ب 0 2 4 6 و 8. مثلا إذا أنا عندي 4 copy books، عندي 4 دفاتر، بدي أخذ أنا 2 وأعطي رفيقتي 2، ما بضل في شيء، باخذ أنا 1 2 ورفيقتي 1 2، بيطلعوا 1 2 3 4، ما بضل عندي بلس 1 زيادة، بقسمهم لاتنين على القد، هيدا بيكون even number. كرمال هيك لما شفت عمر خيي هون 31 بينتهي ب 1، عرفت انه هيدا odd number. بينما عمر اختي 28 بينتهي ب 8، عرفت انه هو even number. تذكروا ال odd numbers لازم تكون نهايتهم 1 3 5 7 9، وال even numbers لازم تكون نهايتهم 0 او 2 او 4 أو 6 أو 8. وإذا بدكم تعرفوا أكثر رح نعمل بعض التمارين بخلال حصتنا، خليكن معنا. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers. Even or odd, check each number, look at their end to know what's that number. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers.
The numbers that can be divided in half are called even numbers. The numbers that get plus one when divided are called odd numbers. The numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. The numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9 are called odd numbers. وهلا رح نبدا بالتمارين باول فقره بحصتنا، وهيدا التمرين يلي موجود هون عن الـ even and odd numbers. Even and odd numbers. Color the candy hearts according to the color code. عم بيقولوا لنا تنلون الهارتس حسب الكود. Red منلونهم باللون الاحمر اذا كان الرقم اللي عليهم even، يعني بينقسم لاثنين متساوي، ولازم نلونهم ببينك لون الزهري اذا كان odd. بعدين رح نعد كل الهارتس اللي هن بالجار، كم واحد even وكم واحد odd. اوكي خلينا نبدا. 21 بتنتهي ب 1 هي odd number، يعني لازم لونها ببينك. لازم لون هيدا الهارت باللون الزهري بينك. تاني وحدة هي 12 هو even number لأنه بينتهي ب 2، وال 2 even numbers منلونهم ب red. رح لون هيدا الهارد باللون الأحمر red مثل ما هن طلبوا منا بهيدا التمرين. بعدين 11 ال 1 هي odd number يعني منلونها pink. three هي odd number كمان ملونة بالبينك. بعدين عنا 46 هو even number لازم لونه بالرد. four هي even number كمان بلون هيدا الهارت بالرد. five هي odd number بلونه بالبينك. هلا رح امشي بسرعة اكتر بالارقام، انتو ساعدوني ولونون اذا انتو كاتبينهم عندكم، لونون عندكم بشكل سريع. 18 هي even لانه ال 8 هي even number منلونها ب red. 39 هي odd لانه ال 9 هي odd number منلونها ب pink. 20 even لانه بتنتهي ب 0. 29 odd لأنه بتنتهي ب 9. 3 هي odd. 70 even. 60 even. 8 even. 34 even. 99 odd. 27 odd. 53 odd. 99 odd. 47 odd. 67 odd. 50 even. 32 even. 82 even. 6 even. 88 even. 19 odd.
7 odd 45 odd. شفتوا كيف صرت سريعة لأنه كتير تمرنت عليهم. 87 odd 73 odd 13 كمان odd odd number 33 كمان odd number. والباقيين عنا 66 هو even 58 هو even 38 هو even 22 هو even 46 هو even 10 و 100. اوكي هلا سالونا how many even hearts في و how many odds. خلينا نشوف ال even يعني يلي هن لونهم red 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. الايفن هن 21 hearts والاود هن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. هلا من دون ما نعد كم هارتس كلهم سوا مع بعض عنا اياهم ان اول نعمل 21 بلس 20. 1 بلس 0 هي 1 2 بلس 2 هي 4 يعني عنا 41 hearts in all. وهيك منكون جاوبنا على كل الأسئلة يلي سألونا إياهن ويلي طلبوهن منا. وهلأ من بعد ما تكتبون عندكن بخط حلو خلينا نروح سوا للتمرين جديد. وهلأ رح ننتقل لتمرين جديد. Sorting balls. Sorting يعني كأنه عم نعرب عم نشيل نفرز البولز. Odd and even numbers. في عنا علبة فيها البولز الطابات يلي عليهم odd numbers وعنا علبة لازم نحط فيها الطابات يلي عليهم even numbers. أوكي؟ فإذا بدنا نطلع على كل هول الأرقام تنعرف إذا هن even أو odd على شو بنطلع؟ على نهايتهم الرقم الأخير يلي فيهم وعلى أساسه بسرعة منقدر نعرف إذا كان هيدا odd number أو even number. خلينا نذكركم أنتوا قولوا معي الـ odd numbers لازم ينتهوا ب 1 3 5 7 9. أوكي يعني لازم تكون نهايتهم أو 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9. الإيفن نمبرز لازم تكون نهايتهم 0 2 4 6 8 يعني أو 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8. أول ما أشوف رقم مثلا بينتهي ب 8 دغري بجيبه بحطه على الإيفن بولز. أول ما أشوف واحد بنتهي ب 1 مثلا جيبه بحطه على الـ odd balls. اتفقنا؟ خلينا نبدأ. 7 7 هي odd. 50 هي even لأنه بتنتهي ب 0 حطها هون. 69 69 هي odd لأنه بتنتهي ب 9. 45 كمان هي odd لأنه بتنتهي ب 5. 13 بتنتهي ب 3 كمان هي odd حطها مع ال odd numbers. 42 هي even لأنه بتنتهي ب 2. 42. 356 مع إنه رقم كبير بتطلع على النهاية هي 6 يعني it's an even number بكتبها هون 356.
202. مع انه رقم كبير بس بتطلع على النهايه هي 2، يعني هو even number كمان بكتبه هون. 33 نهايتها هي 3، يعني odd number، فإذا بكتبه كله هون بال odd numbers. 26 بتنتهي ب 6، even number، بكتبها على البولز يلي هن مع ال even numbers. 112 بتنتهي ب 2، وال 2 هي even number، يعني كله الرقم بحطه هون 112. 121 بتنتهي ب 1، وال 1 هي odd، اكتب الرقم هون 121 مع ال odd numbers. 57 بتنتهي ب 7، وال 7 هي odd number، فبكتب الرقم هون مع ال odd numbers. 71 تنتهي ب 1، هي odd number، بكتبه هون مع ال odd numbers. 18 تنتهي ب 8، وال 8 هي even number، يعني بنحطها مع ال even numbers. 103 تنتهي ب 3، وال 3 هي odd number، بكتبه هون مع ال odd numbers. بعد عندي رقم واحد هو 76، 6 هي even number، يعني كله سوا even، بكتبه هون مع ال even numbers. يعني بهي الطريقة بكون جمعت كل الطابات اللي عليهم رقم odd بهيدا الصندوقة، وكل الأرقام اللي عليهم رقم even بهيدا الصندوقة. فإذا بتلاحظوا هون كل الأرقام عم ينتهوا ب 1 3 5 7 و9، لاحظتوا الاندينج تبعولن نهاية الرقم، يعني بيكونوا odd numbers، يعني ما فينا نقسمهم على 2 على الاد، دايما بيكون عنا زيادة 1. أما هون فمنطلع منلاقي النهاية هي 0 أو 2 أو 4، ما في هون 4 بس ممكن تنتهي ب 4 أو 6 مثل هون مثلا، أو 8 مثل هون. هول even numbers لأنه إذا قسمناهم لاثنين بيطلع الرقم على الأد مقسوم، ما في plus 1. اكتبوا هيدول عندكم وبخط حلو حتى دايما ترجعوا لهم. خليكم مركزين لحتى نروح سوا لآخر فقرة بحصتنا. The odd numbers are the numbers that end with 1, 3, 5, 7, 9. The even numbers are the numbers that end with 0, 2, 4, 6, 8. 28, 32, 100, 346, 14, 90 are all even numbers. 33, 75, 109, 47, 451 are all odd numbers. وهلا وصلنا مع بعض لاخر فقره بحصتنا لليوم. بهيدي الفقره كمان اكيد رح يكون التمرين عن ال odd and even numbers. عم بيقولوا لنا odd todd، في سابق اسمه تود على وزن اود هيك ما بننسيها للكلمة، and even ستيفن سابق تاني اسمه ستيفن على وزن even، هن مع بعض رح يكونوا عم بلونوا محل ما فيه هول الأرقام، بلونوا
بدنا نساعدهم نحن بدنا نلون معهم كل الـ even numbers بالأزرق. الـ even Steven يعني عم بلون بالأزرق والـ odd Todd عم بلون بالأخضر. يلا تنشوف بسرعة. الـ 1 رح نلونها green لأنه هي odd. رح امشي فيهم. 3 هي odd. 9 هي odd كمان انا كملت عليها. 2 هي odd. لا 2 هي even. برافو. انتبهوا اذا انا عملت شي غلطة انتو فكروا منيح وساعدوني لانه انا بركي خربطت. انتو صرتوا حافظينهم كتير منيح مزبوط. 2 منا odd. 2 even number. ما رح لونها green بدي لونها بعد شوي بالبلو. 7 هي odd. صح 7 هي odd كمان عم لونها بالgreen. 4 هي odd مزبوط. لا 4 هي even مزبوط. ما فينا لونها بالgreen. 17 odd لأنه بتنتهي ب 7 كمان بلونها بالجرين. 3 إن شاء الله أنتو كمان تكونوا مثلي بتحبوا كتير تلونوا. أنا كتير بحب لون. 4 بعدين حد لحد ال 17 في عنا 6 6 هي odd number. لا 6 هي even ما فينا لونها بالجرين. في ال 8 هي even. ال 5 هي odd رح لونها باللون الاخضر مثل ما هن طلبوا مني. يعني Todd هو كأنه عم بلونها لأنه odd number. Todd عم بلون ال odd numbers وستيفن رح يلون ال even numbers. 11 هي odd. 14 هي even. 20 هي even. 18 هي even. 15 هي odd. بنلون كل ال odd مع Todd باللون الأخضر green color. 15 حدا تنشوف وين بعد في odd numbers. 10 هي even. 16 هي even. 13 هي odd. 19 هي odd. 20 والباقيين كلهم هن even. لازم نلونهم مع ستيفن باللون الأزرق. شو رأيكم أنه أنا بس رح لون وحدة وأنتو عندكم تكفوا التلوين بالبلو وهيك بتحفظوا أكتر أنه الـ even numbers بينتهوا بـ 4 و 6 و 8 و 2 و 0 مثل ما عم نشوف هون. أنا هلأ صار الوقت حتى ودعكم واترك لكم هيدا التمرين تتكفوه انتو وهيك بتكونوا تمكنتوا كتير منيح من الـ even والـ odd numbers. صار الوقت حتى ودعكم بس قبل ما ودع هلا بودعكم بالرعب بلتقي فيكم بحصة جديدة. باي. Subtraction is to take away from a number. Subtraction is to remove, not to add. What do we get when we subtract? We get the difference. Yes, we get the difference. Subtraction is to take away from a number.
Subtraction is to remove, not to add. The answer that we get when we subtract, the answer is the difference. Yes, it's the difference. Subtraction is to take away from a number. Subtraction is to remove, not to add.